السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. اليوم أنا يعني ودي أتكلم معكم عن شخصية الداعية، والداعية هذا ذكرني بالشيخ محمد عبد الوهاب اللي إحنا ننعت بأن إحنا وهابيين، والشيخ محمد عبد الوهاب ما له طريقة بذاته إنه يقول هذه طريقتي تبعوني، كان يدعو إلى التوحيد إلى الكتاب والسنة، ما يقال في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يقال من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم اتباعها والقرآن أو القرآن ثم السنة. ففيه داعية يقوم بنفس في نفس الظروف، في بلده فيه شركيات، فيه طواف بالقبور، فيه تواجد كبير جدا للصوفية، هم أكبر تجمع صوفية في العالم تقريبا، أعتقد العالم العربي في السودان. فهذا الرجل ينافع عن الدين وينافع عن التوحيد، وأعجبني حقيقة وأعجبني طريقة طرحه وطريقة دعوته وما يمر به من مصاعب، فيحتاج إلى الدعم منا وأقلها بالدعاء. فأقدم لكم الشيخ مزمل فقيري. ونحن بنربطك بربنا سبحانه وتعالى. شوف يا صوفي، تكورك تطق تنطط، دي دعوة ربنا. ربنا قال فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. جوع عينك. وربنا قال وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وحذيفة بن اليمان قال إن على الحق نورا، الحق عنده نور، لكن زي الصوفية المبارح دعاة الشرك ودعاة البدع ودعاة عبادة القبور، يقول له قبري معروف الكرخي الترياق المجرب، تمشي تتمردق بالقبر، ونحن دارينك تتمردق لله في السجود لرب العزة، دي دعوتنا. أما دعوة الصوفية تعصر كل عين الشيخ، اخطف يبزغ لك في راسك وتجيب مرتك للشيخ لأنه ما ابتلت. الشيخ ده شغال في الدايات، مستشفى الدايات، تديها له 3 يوم ولا ما يهو الحاصل، يهو الحاصل. والبيكوركو برا ديل ناس مصلحجية، رضيت أبيت مصلحجي، عرفت كلامي انت؟ زمان كنا بنحارب صوفي جنب الكنيسة بتاعت بحري زي أم بتاري اللي هنا ده نفسه، بس عرفت كلامي؟ اشترى 2 روزة من الحجبات اللي بيغوا الشباب المساكين من الطرائف، طلع له حاجة زي دي، قال لهم شفتوا الحبة دي؟ طلع له حاجة كده في كيس بتاع ايس كريم الدردوم زمان ده، قال لهم دي واحد مشى ألمانيا قال عنده حصوة أبغى تطلع، قال جاني قرشة كرك، قال وقعت بيتي. ها؟ والله العظيم. قال لهم بعدين ده لو جلدته لبسته، قال كان الله ما أداك عمرتين زي ده، تعال قابلني بكم؟ قال ب25، لكن عشان انتوا حلوين بتحبوا النبي قال زيدوا صلاة، قال ب10 جنيه يديك عمارتين. الشيخ محتاج ل10 جنيه والشيخ يديك عمارتين ب10 مليار. يا ناس ده كلام بيخش المخ؟ ده كلام بيخش المخ؟ عشان كده بيجوطوا النفرين ولا النفر واحد بيجوط، لأنه دي شغلة بتاعت مصلحة. والله الذي لا إله غيره، أي محل فيه صوفية بيضللوا الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وبينشروا لهم البدع والشرك وعبادة الشيوخ والقبور، نحن وراهم 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 ننظف الشغل ده بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أي محل، عرفت كلامي؟ والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هنا في قرية أم ثلاثة من غور الجزيرة عندهم الحطب ده، بعض الناس الجهلة معتقدين فيه أنه حق الشيخ الصوفي الكبير حقهم، وفيه بركة الشيخ والشيخ حاميه، حتى بيقولوا في المثل بتاعهم لو شايلك شك شيل الحطب، شيل لك حطبة، يعني لو شلته بيحصل لك مكروه وبيحصل لك مشكلة. ده منه هناك برضو، هناك برضو في الجهة اليمين ده كله منه، وكثير من الناس هنا بيعتقدوا أن الحطب ده فيه بركة الشيخ والشيخ حاميه، ولا نحن هنرفعه ونجدعه إزالة لمعالم الشرك، وإنه ما فيه حاجة، وما حق زول طبعا مجدع في الشوارع، فما فيه حاجة. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينفع وهو الذي بيده الضر سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر إلا هو. فدي عقائد كلها باطلة وعقائد فارغة، الصلاة الصوفية في قلوب الناس عشان يعلقوا الناس بأوهى المخلوقات، تعلق قلبك بحطبة يقولوا بتاعت الشيخ، وتعلق قلبك بحجاب أو بدلقان أو بجلد أو بمحاية أو ببخرات أو بغيره، ده كله باطل ما يحصل أي حاجة. والحمد لله يا أخواننا جدعوها
ما يحصل أي حاجة، والله تعالى أعلم وأحكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك